ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. بعيدا عن الهزار اللي حصل بقى، هولدر او طفايه او الكلام ده، هقول لكم كده بشكل عملي. خلاص بقى خلصنا هزار، نقول بقى ايه الفكره من الطفايه او القطعه دي تحديدا. القطعه دي تحديدا هي شبيه جدا 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 بهولدر الخرز اللي هو ده. لو ملاحظين هتلاقوا الجوانب، الشكل، القطعه المجوفه اللي في النص دي ناقصها بس العمود وتكون هي هولدر الخرز. القطعة الأساسية هي أساسا خشب، نقدر جدا إنه نلزق القطعة دي بدي زي ما انتوا شايفين كده وتكون نفس النظام، أو إن احنا نخرم لها ونحط هنا قطعة الدوارة وتكون فعلا هولدر خرز وبيلف وكل حاجة. الجمال في القطعة نفسها بعيدا بقى عن هي طفاية أو لأ، إنه أقدر أعمل الحركة دي. طبعا احنا مش يعني الهولدر مش هيلف فعليا زي التاني، ولكن على الاقل قطعة سهلة ان انا اتعامل معاها. هخلص اللي انا عايزاه منها وهعمل بالطريقة دي، وكل الخرز بتاعي هيكون محفوظ جوه. كما ان هي كمان عميقة جدا من جوه، يعني دول حوالي 3 اكياس مليانين من ده، وزي ما انتوا شايفين مش باينين اساسا. مميزه قوي في ان هي شبيهه جدا بيه، وفعليا اقدر اودي القطعه دي لاي نجار يعمل لي شبهها ويحط لي الدايره بتاعتها من تحته والعمود، وخلاص هتبقى فعليا هولدر. هي مميزه قوي بالنسبه لي في الموضوع ده، سواء بقى هي طفايه او لا فهي هتقضي لي الغرض ده. زي ما انتوا شايفين الهولدر التاني والفيديو قدامكم اهو، في شبه كبير جدا من القطعه دي، وفعليا القطعه دي هتخدمني في الموضوع ده. ما عجبتنيش هخليها طفايه زي ما انتم بتقولوا. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. قولوا لي عجبتكم طفايتي؟